السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايلكم بالوصفة الجامدة جدا الجبارة اللي هي من مكونين اتنين بس مش هيتعدوا الـ5 جنيه. هنعمل بيها احسن لوسيون للشعر، للتساقط، للهيشان، للقشرة. هقولكم دلوقتي ده وظيفته ايه ومعمول من ايه بالظبط. يعني الازازة دي مش هتكلفك 5 جنيه على بعضها. طبعا انت لو اشتريتيه المكون ده في اي مكان تاني، لو في اي شركة ادوية، ممكن بيعدي الـ100 جنيه والـ150 جنيه طبعا بمختلف الشركات. انا النهاردة هعمل معاكم المكون ده، شايفين شكله عامل ازاي. ده مكون طبيعي، بيعالج ايه؟ بيعالج القشرة، بيعالج التساقط، لنمو الشعر، للهيشان، للتقصف. واهم حاجة فيه ان اي وصفة زيوت بنعملها او اي وصفات ممكن ساعات بتيجي مع شعر ومع شعر لا. في شعر بيكون قشرة، في شعر ما بيجيبش معاه نتيجة، لكن الميزة في الوصفة دي ان هي بتقضي تماما على قشرة الشعر. يعني وصفة جبارة، وصفة سحر، يعني ممكن نسموها كل المسميات دي عن تجربة ومجرباها شخصيا ومجرباها مع عملاء عندي كتير. اللي ما يعرفنيش، انا هيام صقر، في عندي بيوتي سنتر وجيم. طبعا البيوتي سنتر معروف ان هو للشعر وللبشرة ولكل حاجة. عندي وصفة طبيعية، وكل الوصفات اللي عندي طبيعية للشعر وللبشرة وللجسم. وصفات كلها مجربة، سكرابات، تفتيح، كل حاجة بعملها عندي طبيعية في البيوتي سنتر. فأنا بخبرتي بقول لكم الحاجات دي مجربة وبنتيجة كويسة جدا. ده تيجوا بقى مع بعض نشوف ده ايه. بس قبل أي حاجة، اللي ما يعرفنيش لسه وما اشتركش في قناتي، بس انزلي تحت وسبسكرايب ودوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا هنزل وصفات كتير كتير جدا الفترة الجاية، وطلب مني كذا وصفة إن شاء الله هنزلها لكم. اللي طلب مني وصفات ولسه ما نزلتش في الأسبوع ده، إن شاء الله كل وصفتها هتكون متاحة معاكم. ويلا بينا نشوف ده. أهم حاجة اللايك علشان اعرف مين اللي عجبه الوصفة ومين اللي ما عجبوش، والتعليقات. يلا بينا نشوف مفعول السحر ده عبارة عن ايه. اول مكون معانا وهو المكون الرئيسي، احنا استعملنا قبل كده زيت القرنفل في وصفة قبل كده. لا، النهاردة بقى احنا بنستخدم القرنفل نفسه. ده بيبقى احسن كتير، لان ممكن الزيوت بتيجي ساعات بتبقى حامية على شعر او على فروة شعر معينة. لا، احنا بقى دلوقتي هنستخدم زيت القرنفل. ايه، لا القرنفل سوري، والروزماري. الوصفه دي كلها ما تكملش الـ5 جنيه. يعني تروحش عند العطار جبت بـ5 جنيه روزماري، هتيجي كيس مليان، يعني قد ده ممكن 10 مرات. والقرنفل ممكن تجيبي من ده ومن ده شويه وهتخليهم عندك لان هتستخدميهم. بس يا ريت الوصفه لما تعمليها تعملي شويه شويه، مش كتير قوي، علشان حاجات طبيعيه طبعا بتبوظ بسرعه. كبرها 10 ايام 12 يوم، فلان احنا مش حاطين فيها اي ماده حافظه ولا اي حاجه. فهنجيب الاول الروزماري ده شكله عشان تكونوا عارفينه. ممكن تجيب 2 3 جنيه كتير قوي. وده القرنفل، احنا هنحتاج من هنا معلقه ومن هنا معلقتين، يبقى معلقه قرنفل معلقتين روزماري. وهوريكم الطريقه بالتفصيل هنعملها ازاي. يلا بقى نشوف الطريقه وبعد كده اقول لكم طريقه الاستخدام ازاي. هوريكم الطريقه الاول. ودلوقتي كده معانا مقادير الوصفه بتاعتنا، عباره عن معلقه قرنفل ومعلقتين روزماري. الحاجات دي عند العطار، يعني الكمية دي مش هتكمل معاكي 5 جنيه. ودي مية دافية، واي علبة او بخاك عندك بالشكل ده. دي كانت عندي غسلتها وعقمتها. ممكن تعمليها في الازازة او ممكن تحطيها في كوباية وبس تغطيها كويس، لان الحاجات دي بيبقى فيها زيوت طيارة، فلو اتسابت مفتوحة بتبقى فايدتها كلها بتروح وبتتكسر الفوائد اللي فيها. وهوريكم الطريقة ازاي. وبكده حطينا القرنفل كده بالشكل ده والروزماري في الازازة. هنبتدي نضيف عليهم المية السخنة. نقفلها تبقى بالشكل ده. هنرجها كويس. هنرجها كده كويس. طبعا هي دلوقتي دافية، ما ينفعش نستخدمها في نفس اليوم، لازم نسيبها لغاية تاني يوم، يعني 24 ساعة علشان نقدر نستخدمها كده. ده لوسيون للشعر للتساقط والإنبات الشعر. هقولكم فوائده كلها دلوقتي.
وده كده شكلها. هسيبها لتاني يوم واوريكم شكلها تاني يوم بقى ازاي. لو انتوا ما عندكوش ازازة زي ديت ممكن تحطوها في كوباية وتغطوها عادي لغاية تاني يوم وتصفوها وتاخدوا بس الليسيوم بتاعها بيترش. هقول لكم دلوقتي طريقة الاستخدام وهوريكم شكلها بكرة هتبقى ازاي. وبكده بعد ما حضرنا السبراي وبات معانا يوم، ده كده شكله تاني يوم. يعني اول يوم احنا بنحطه في المية السخنة زي ما وريتكم الطريقة، هنسيبه يبات لغاية تاني يوم يعني يعدي عليه 24 ساعة، ما يستخدمش قبل كده. ده شكله كده بعد ما عدى عليه 24 ساعة. هنمسكه بقى على فروة الشعر نفسها، هتبخي ما يعادل 6 بخات، يعني 3 كده، 1 2 3 و3 من ورا بالشكل ده. وهتبتدي بقى بحركات دائرية بالراحة تعملي مساج لفروة الشعر بالراحة خالص، يعني لمدة 2 دقيقة كده بس عشان تفتحي بصيلة الشعر وتمتص القرنفل. طبعا القرنفل كويس جدا، فوائده كتير قوي، والروزماري بينبت الشعر. انتي في خلال اقل من شهر، يعني اقل من شهر بكتير قوي، هتلاقي بقى البيبي هير ابتدى ينبت معاكي، والشعر اللي من هنا هتشوفيه بنفسك هيبتدي ينبت معاكي كتير قوي. طبعا وصفة حلوة جدا، واهم حاجة يعني انتي من قبل يعني اقل حاجة شهر علشان تبان معاكي النتيجة، بس من 3 شهور ل6 شهور علشان تفضلي مواظبة على الوصفة دي. طبعا احنا عارفين ان علاج الشعر ما بيجيش في يوم وليلة، علاج الشعر بيبتدي النتيجة تبان معاكي من شهر ل3 شهور، بس ده بيبان معاكي النتيجة في اقل من شهر ان شاء الله، وهتشوفي الفرق في الشعر وهتشوفي الفرق في القضاء على القشرة نهائي. من 3 شهور ل6 شهور على حسب ما تشوفي انت شعرك، يعني محتاجة لسه فيه اكتر او ان هو ينمو اكتر او ينبت اكتر، هتسيبي لغاية 6 شهور ان شاء الله. بس الوصفة دي اكيد ومجربة، لو التزمتم بالطريقة بتاعتها ان شاء الله هتجيب معاكم احسن نتيجة. طيب هنيجي بقى بعد كده لطريقة حفظها. طريقة حفظها هي بتبقى كده، يا ريت ما تعملوش كميه كبيره، يعني انت تاخدي بس معلقه ومعلقتين على كوبايه ميه، يعني زي ما انا وريتك الطريقه بتقعد معاكي 12 يوم اسبوعين بالكتير قوي. بس لو لقيتي بقى اللون غير عن كده او في اي شوائب جوه او ريحتها متغيره، طبعا فورا ما تستخدميهاش عشان هتكون باظت، والافضل انك تحطيها في التلاجة هتفضل قاعده معاكي اسبوعين بالظبط. ويا ريت ما تعملوش كميات كبيره، كميات قليله على قد الاستخدام، تخلص اعملي تاني، هي كده كده مش متعبه والطريقه بتاعتها سهله جدا. بس اهم حاجه تتاكدوا ان الليسيون اصلا او السبراي معاكم سليم ما فيهوش اي حاجه ولسه مبصين. بس فاحنا زي ما اتعودنا اي منتجات طبيعيه بتقعد معانا مش اكتر من اسبوعين، تمام؟ وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم وتستفادوا منها، وهنزل لكم وصفات جديده. ما تنسوش الاشتراك في القناه، الاسبوع ده ان شاء الله في وصفات قويه جدا كلها للبشره وللشعر وللجسم. هعمل لكم وصفه الحمام المغربي عملي ان شاء الله قريب، ف خليكم متابعيني ان شاء الله. اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه وتابعوا فيديوهاتي، وان شاء الله ان شاء الله هكبر بيكم وقناتي هتكبر بيكم باذن الله. والى اللقاء في فيديو اخر مع هيام ساره. باي باي.